المفروض ان احنا خلصنا تو باترنز من الخمسه اللي هم الانترستيشال لونج ديزيز و الجراوند جلاس، فبقي لنا الاير سبيس وبقي لنا الميلياري وبقي لنا السيستيك باترن. هبتدي الاول بالاير سبيس فيلينج اللي هو عباره عن كونسوليديشن، والكونسوليديشن الميزه بتاعته الرئيسيه ان هو جواه اير برونكوجرام، والاير برونكوجرام بيتشاف كويس قوي في البلين اكس راي وبيتشاف في السي تي، وهو بيعني انك انت بتتعامل مع بالمونري برينكبال ديزيز الفيولر باثولوجي اسمه كونسوليديشن. الكونسوليديشن معناه ان انا شلت الهواء من الالفيولاي وحطيت مكانه حاجه تانية. الحاجه التانية ديت لو كانت ميه يبقى اسمه بالمونري اديما، لو كان اكسوديت هيبقى نمونيا، لو كان بلود هيبقى اسمه هيموراجيك بلود هيموراجيك لانج ديس اوردرز، لو كان تيومر سيلز هيبقى اسمه الفيولر سيل كارسينوما، لو كان بروتين هيبقى اسمه الفيولر بروتينيوز. معنى كده ان النمونيا مش هي الكونسوليديشن، النمونيا واحد من الكونسوليديشنز المعروفين. زي ما حضرتكم شايفين في ثلاثة بيتشخصوا بالكلينيك، وفي واحد بس بيتشخص بالأشعة لوحده، وفي واحد ملوش حل اللي هو الالفيولر سيل كارسينوما، محتاج فرق وحرق، محتاج كلينيكال ومحتاج برضو بعض الايفالويشنز التانية. احنا قلنا ان الايديما عبارة عن كارديوجينيك ايديما ونان كارديوجينيك، وقلنا ان الكارديوجينيك فيها انترستيشن والفيولر، وخلصنا الانترستيشن في الانترستيشن لونج ديزيز والالفيولر دلوقتي اللي هو في الاير سبيس فيلينج. فاحنا زي ما اتفقنا ان الحكايه كلها معروفه بما لا يدع مجال للشك ان هي كلينيكال. وكنت انا دايما بقول لما تلاقي المنظر كده وتلاقي البتاعات بتاعت الاي سي جي موجوده على الشيست يبقى انت عارف ان دوت واحد في الانتنسيف كير ويبقى هو غالبا بالمونر ايديما، بس الكلام ده مش مظبوط لان في ناس كتيره نايمه في الانتنسيف كير مش بسبب الايديما بس زي ما اقول لك في المحاضره، وفي نفس الوقت زي ما انت شايف هو بالمونر ايديما وما عالجوش الاي سي جي ليدز اللي احنا كنا بنشخص بيها. مشهور قوي الموضوع بتاع الباد سوينج كونفيجريشن ان بيكون في بايلاترال بارا هايلر نون سيمتريكال الفيولر اوباستيز، الاير برونكوجرام مش واضح فيهم قوي، الهارت بيكون انلارجد، وفي بعض الاحيان لما الامور بتستفحل بيكون في بالمونري بلورال افيوجن، والافيوجن بيكون يوجوالي اون ذا رايت سايد، ولو كان بايلاترال بيكون على الناحيه اليمين اكتر. كلكم عارفين لان الليمفاتيك كاباسيتي على الناحيه اليمين اوحش من الليمفاتيك كاباسيتي بتاعت الناحيه الشمال، لان الثوراسيك دكت اللي هي بالدرين الليمف من البادي موجودة أصلا على الناحية الشمال، وبالتالي التشينجز بتبقى أكتر على الناحية اليمين، ومن ناحية الأوباستيز ومن ناحية الإفيوجن من ناحية كل حاجة بسبب هذا الموضوع. إحنا لو لقينا في الإكس راي بايلاترال جراوند جلاس أو بايلاترال إيريز وكونسوليديشن حوالين الهارت، ده مش معناه كارديوجينيك إديما، ولكن معناه الديفرنشال دياجنوز. محدش قال لي على الكلينيكال يبقى دوت ينفع بالمونري إديما، ينفع نمونيا، ينفع الفيولر سيل كارسينوما، ينفع أي حاجة في الدنيا. لكن لو عندي كلينيكال داتا والهارت وحش والصدر بيبقلل ومش عارف مين، يبقى أنا دلوقتي بتعامل مع بالمونري إديما. In most of the cases ما بنعملش سي تي للناس اللي عندهم بالمونري ايديما، ولكن التشخيص بيبقى واضح جدا جدا يخرم العين من الايه من الكلينيكال، وقليل قوي لما يحتاجوا ان هم يعملوا للمريض دوت شيست اكس راي لمجرد بس المتابعه ويشوفوا الكليرنس بتاع الفلويد وكده. لكن زي ما انتم عارفين ان الهارت فيلير ليفت سايدد هارت فيلير بيبقى عنده ثلاثة ستيبس. الستيب الأولانية اللي هي بالمونري فينوس هايبرتنشن وبنعرفها بديستنشن اوف ذا ابر لوب فيسلز، والستيج الثانية انترستيشن لونج إديما اللي هي فيها الكيرلس داين اي بي وسي وسكند انترلوبر فيشرز، الحكاية اللي أنا حكيتها لك قبل كده.
وستيج 3 اللي هو الفيولر إديما البات سوينج كونفيجريشن، بطش بطش حوالين الهارت. اما فيما يتعلق بالنمونيا فهي ما تفرقش قوي قوي مع اللي فات، ولكن النمونيا تتميز بصفتين مهمين جدا جدا جدا. نمرة واحد ناحية الأشعة، يعني إن الإير برونكوجرام بيكون واضح جدا فيها، أوضح من أي حاجة تانية. نمرة اتنين إن النمونيا is a peripheral disease، peripherally distributed disease، يعني لازق في البلورا سواء كان في الفيشر أو كان لازق في البلورا بتاعة الشيست وول. معظم الحاجات التانية اللي هي الإديمة والهيموريج والبروتونيوزس وكل الكلام ده بيبقى لجوه لجوه شوية، مش واصل لحد البريفري بتاعة اللنج. بالإضافة طبعا إلى الكلينيكال اللي يخرم العين، إن الواحد اللي عنده دمونيا بيكون عنده أكيوت أونست، بيكون عنده كاف، بيكون عنده إكسبكتوريشن، يعني البيكتشر بتكون واضحة. طبعا النمونيك كونسوليديشن ممكن يكون يونيلاترال، ممكن يكون بايلاترال، ممكن يكون ديفيوز، يعني واخد مساحه كامله من اللنج. نيجي للبلمونري هيموريج، معناها ان في هيموريج حصل جوه الالفيولاي. ليه اسباب كتيره جدا، من ضمنها الفاسكولايتس اللي انا هقولها في البلمونري فاسكولار ديزيز، ودي ضمنها حاجات اوتو اميون و وخلافه. لو انت بصيت على البلمونري هيموريج ما عندكش اي فرصه انك تشخص دوت كانه على انه هو هيموريج، لكن بتقول ان بايلاترال مش عارف مين وايه ايه اوباستيز، ممكن يكون اديما، ممكن يكون نمونيا، ممكن يكون هيموريج. ولكن دايما تفتكر ان النمونيا ليها بريفرال ديستريبيوشن، يعني النمونيا بتبقى طالعه عند البريفري اوف ذا لانج وبتبقى بوردرد بالفيشرز. اما ان هو يقول لك اصل الهيموريج بيبقى مور دنس عن الميه، فده كلام في الهواء. او انك انت الناس اللي عندها بالمونري هيموريج زي ما انا كنت بقول في وقت من الاوقات، وده كلام غلط، بيكون عندها هيموبتسيس، ودوت غير صحيح، لان الناس اللي عندها هيموريج شويه بس منهم عندهم هيموبتسيس، والباقي ممكن ما يكونش عنده ريحة الهيموبتسيس خالص ويكون عنده فعلا بالمونري هيموريج. اذا الهيموريج زي ما انا كنت موري في الصورة الاولانية متعلق جامد قوي بالكلينيكال، يعني انت محتاج كلينيكال يكون في هيستوري واضح، ان واحد يكون عنده اوتو اميون ديزيز، عنده مش عارف جلوميرولو نفرايتس، عنده الحاجات اللي هي بتبليد، عنده سيستميك لوباس، عنده شيرب ستراوس، الحاجات اللي هي ينفع يكون موجود فيها هيموريج. وهقول لك انا حتى في الواجنر والجماعه دول، الواجنر ممكن ينزف في الرئه، لكن ما فيش مانع ان العيان اللي عنده واجنر يجي له انفكشن، يجي له نمونيك كونسوليديشن، وده شيء طبيعي. وانا افرق الاثنين من بعض ازاي بالكلينيك؟ فانا لما اكون في الامتحان وقالوا لي المريض دوت عنده واجنر جرانيولوماتوزيس، وبعدين لقيت المنظر دوت كده، قال لك ايه دوت يا ابني؟ هيموريج او نمونيا، الاثنين ينفع، بس الهيموريج بيكون مور سنترال والنمونيا بيكون بريفرال، والنمونيا ليها سيمتومز والهيموريج مش عارف ايه والكلام ده كله. لكن في الاخر خالص اي واحد من الاثنين دولت ينفع. طبعا انتوا عارفين موضوع الجود باستير ده واحد من الاسباب اللي بتعمل هيموريج في اللنج. فالمريض دوت عنده كاف وعنده يلويش سبيوتم لمدة شهر، وعنده ريسنت تشينج لبلود تنج سبيوتم في السنين او في الايام الاخيره، والباست هيستوري بتاعه عنده هايبر تنشن، وعنده اند ستيج رينال ديزيز بيعمل عشانه هيموداليسيس. التشست اكس راي بتاعه عامل كده، ايه دوت يا ابني؟ اديما ينفع، هيموريج ينفع، نمونيا ينفع، كل دوت ينفع. السي تي بتاعه النمونيا بتبقى كده اللي هي بوردرد بالفيشر او بوردرد بالبلورال سيرفس، لكن الهيمرج والاديما بيكون لجوه شويه وسايب الحته اللي من بره ديت من غير ما يكون فيها ليجنز. وده مثال قوي جدا لحد عنده سيستميك لوبس، وديت من الحاجات اللي بتنزف برضو ان انت عندك بطش 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 موجوده في اللنج. لو انت شفت دولت ما يصحش انك تقول على ده كوفيد، لان دولت مش الاوباستس بتاعه الكوفيد. الكوفيد بيكون مور بريفيرال، بيكون مور بيزل، يعني قليل قوي لما يكون سنترال زي كده. وعشان كده
احنا في وسط الهمبوليسه اللي احنا فيها بيجي ناس مثلا عندها برايمري مالجنسي وعندها ميتاستاسيس، يروح مكتوب كوفيد، وواحد تاني عنده من زمان قوي بالمونري فايبروزز تخرم عين العفريت، يروح مكتوب كوفيد. والعكس بقى، ودوت اشنع بكتير جدا. يعني مثلا في واحد قريب انا شفته، اللي هو واحدة ستية جالها كوفيد، وبعدين راحت، وبعدين اتبقى لها بالمونري ليجن كده في اللونج بيز. فكانت هي في الحته اللي احنا فيها ديت، مش في المنوفيه سبيسيفيك يعني حوالينا، فطلبوا منها ياخدوا بايوبسي. ف اللي كان موجود يعني خاف وقال ان دي عميقه في اللنج وبتاع، فقالوا طب نعمل بيت سكان، فعمل بيت سكان فطلع فيها ابتيك. فالدكتور اللي كان موجود قال دي شكلها مالجنت، ندي لها كيموثيرابي كده على طول. ف لا يا سعادة البيت، الحتة دي الحكاية دي على فكرة مشهورة جدا في المنطقة اللي احنا موجودين فيها، مش في المنوفية يعني، طنطا بنها ما اعرفش ايه الحتة دي. المهم حد من الدكاترة قال لها تيجي علشان انا احاول يعني اخد البايوبسي بتاعتها. فنايمناها على السرير واخدنا صور، لقينا الليجن مش موجود، خف يعني، وكانت هي مجرد ريزيديوال من الكوفيد، وراحت بمرور الوقت، راحت وما بقاش فيه لا حاجة الموضوع ده. ان انا قصدي عليه ان في ناس، ودي انا متهيألي انها جريمة، انك تدي كيموثيرابي من غير باثولوجي، وده كتير جدا. يقول له احنا هندي لك جرعتين ثلاثة يهبطوا بس الورم ولا بتاع، وبعدين عقبال ما نعمل بقى الفحوصات ونعرف راس الموضوع من رجليه. يعني دي مدرسة بس غريبة شوية يعني، ما مش عارفها. يبقى زي ما احنا قلنا، لما يكون في واجنر جرانيلوماتوزس، وده احد انواع الفاسكولايتس اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده في اللنج، الفاسكولار لنج ديز ليجنز، ممكن يكون في بايلاترال اوباسيتي زي كده، ينفع يكون ده هيموريج وينفع يكون نموني، نفس الحكايه. نيجي بقى للمعضله الرئيسيه اللي هي البرونكو الفيولار كارسينو. البرونكو الفيولار كارسينوما عندها كلينيكال، من ضمن الكلينيكال ده البرونكوريا، ان واحد بينزل سوائل كتيره جدا من الاير ويز وكده، وعنده ساينز اوف مالجنسي، وساعات يكون عنده هيموبتسيس. لما تعمل شيست اكس راي وحد سالك قال لك ايه دوت يا ابني، هتبص دوت اول حاجه ديفيوز لانج ديزيز، صح؟ طيب انهي باترن في الثلاثه اللي انت عارفهم، اللي هو ده ريتيكولار ولا باتشي ولا ميليولار ولا جراوند جلاس؟ ايه ريتيكولار، خلاص انت قررت، ما فيش اي مشكله على فكره، قررت ان ده هو ريتيكولار، فتكتب التقرير عندنا بايلاترال ديفيوز لانج ديزيز ذا فورم اوف اكستنسيف ريتيكولار اوباسيتيز، مش عارف ايه في كل حته، وما فيش بلورال افيوجن، وما فيش ايفيدنس اوف هايلر ليمفادينوباثي، والهارت كويس. خلاص، بما ان انت عارف ان دوت ريتيكولار، يبقى وما عندكش ايفيدنس بيقول ان ده فايبروز، صح؟ خلاص، فانت بتكتب كده ان الاكس راي فايندنجز ار امبريسيف اوف ديفيوز interstitial lung disease of diffuse interstitial lung disease، وتسكت خلاص، ولا تقول هاي ريزوليوشن، ولا تقول بايوبسي، ولا تقول ما اعرفش مين، ولا انت عليك بس قلت على قد الايه الفيلم اللي انت قبلها. جه بعد كده اتطلب له ان هو يعمل هاي ريزولوشن سي تي، نشوف ايه اللي طلع في السي تي، وطلع ريتيكولر، وكمل في السكه ديت، نشوف في برونكيتسيس، في هاني كومينج، ما فيش الكلام اللي احنا قلناه. طيب البرونكو الفيولار كارسينوما احد المانيفستيشنز بتاعتها اللي هي بالمونري ماس او نوديول وفيها اير برونكوجرام، بالمونري ماس او نوديول وفيها اير برونكوجرام. هتقول لي مش هي ديت النمونيا اللي انت لسه قايل عليها من شويه؟ ده مظبوط، بس ديت اسمها راوند نمونيا، النمونيا المستدير. اما النمونيا اللي انت عارفها اللي هي المثلث كده وبوردر بالفيشر والكلام ده كله، لما تكون مستديره اسمها راوند نمونيا، ودوت احد التشخيصات.
التشخيص الثاني هو الالفيولار سيل، والتشخيص الثالث هو الليمفوم. الراوند نمونيا از فيري كومن في الاطفال وما هياش كومن في الكبار. فلو افترضنا ان دوت راجل كبير في السن، اشطب الراوند نمونيا وخليك في الليمفوما والالفيولار سيل كارسينوم. لو حبيت تقارن ما بين الاثنين، فالاثنين على قدم سواء، بالذات لو كان المريض ده اميون كومبرومايز يبقى الليمفوما اوقع. لو كان المريض دوت عادي جدا ومدخن وحالته بالبتاع يبقى الالفيولار سيل كارسينوما اوقع. في معظم الاحيان اللي زي كده بناخد بايوبسي من، ما يجراش اي حاجه خالص انك تاخد بايوبسي من الكونسوليديشن عشان تبروف الدايجنوز. واحده من الـ الفايندنجز بتاعت الالفيولار سيل كارسينوما حاجه اسمها سي تي انجيوجرام ساين، يعني الكونسوليديشن اللي موجود في اللنج من كتر ما هو دنس بتشوف جواه الفيسلز بتاعت اللنج ماشيه كده كانك عامل بالمونري انجيوجرافي. وهذه الساين ليست سبيسيفيك للالفيولار سيل، ولكن ممكن تبقى موجوده في الليمفوما وممكن تبقى برضو موجوده في بعض انواع النمونياز، ولكنها واحده من الحاجات اللي ممكن تقول لك ان انت مش بتتعامل مع نمونيا عاديه، انت بتتعامل مع، فاكر انت زمان كان في حاجه في اللنج اسمها ريد هيباتايزيشن وجراي هيباتايزيشن، تسمع عليها دي ايام تحتمس الاول وكده، هي ديت يعني كأن اللنج بقت ليفر، كأن اللنج بقت ليفر، هو دوت ال طيب. من ضمن انواع الالفيولر سيل انك تلاقي نمونيك كونسوليديشن مش راضي يروح، اديله انتي بايوتكس مفيش فايده، حط عليهم كورتيزون مفيش فايده. يعني ده انت الاول جالك الاحتمال ان ده اكيوت ايزينوفيليك نمونيا او كريبتوجينيك او بتاع، فرحت حاطط كورتيزون مرضيش، فضل زي ما هو، فضل زي ما هو خلاص، يبقى انت دلوقتي الاتجاه بتاعك ناحية المالجنسي، فما مش هتسيب البتاع دي، بيسموها ذا كونسوليديشن فور اللي هو زيه زي النمونيا بالظبط. في بعض الاحيان لو انت عملت سي تي بتقدر تلاقي حاجات تخليك تبقى اميل ناحية الالفيولار سيل كارسينوما، والحاجات ديت هي انك تلاقي جنب الكونسوليديشن نوديولز سواء في نفس المكان او في الرئة التانية، لان الالفيولار سيل كارسينوما اول ما بتبتدي بتكون نوديولز وبعدين تتلم على بعضها وتعمل كونسوليديشن. فاذا انت لقيت الاثنين دولت مع بعض، this is quite suggestive of alveolar cell carcinoma، بالرغم ان هو ممكن برضو ينفع في حالات الليمفوم. اما الميتاستاتيك ديزيز فهو محتاج نون مالجنسي، واما اللانج كانسر فهي البرونكوجينيك كارسينوما اصلا من الحاجات اللي ليها علاقه باللانج كانسر، لكن التاني عباره عن ماس من غير اير برونكوجرام اللي هو اللانج كانسر زي ما اقول لك بعد شويه. And this is the difference between pneumonia and alveolar cell carcinoma. النمونيا is a peripherally distributed lesion وفي اير برونكوجرام واضح وما عندوش نوديولز في بقية اللونج، لكن الالفيولار سيل كارسينوما ما هياش بريفرالي ديستريبيوتد، الاير برونكوجرام مش واضح وعنده نوديولز في نفس اللونج وفي اللونج التاني. النوديولز ديت هي اللي هتتلم بعد كده وتعمل بطش زي البطش اللي موجود، ودوت احد الساينز الجباره جدا دي مش موجوده في الكتب من منشاتي انا، انك انت تلاقي كونسوليديشن وحواليه نوديولز تعرف ان ده الفيولار سيل كارسينوما، والله المستعان. الالفيولار سيل كارسينوما ليها علاقه جامده جدا بالتدخين زي اللانج كانسر بالظبط، هما الاثنين ليهم علاقه جامده جدا بالتدخين. واللي بيحصل ان الانترا الفيولر اكيوميليشن ببعض الحاجات اللايبوبروتينيشس ماتيريال هي اللي بتدي زي الكونسوليديشن بالظبط، اللي هو بيدخل في الخمسه ديفرنشال دياجنوس اللي احنا قلناهم اللي هم الايديما والنمونيا والهيموريج والكارسينوما والبروتينيوز. في بعض الاحيان يو كان ريتش ذا دياجنوسس باي برونكيال لافاج، لكن احنا دايما بنحب اللنج بايوبسي اكتر على اساس ان اللافاج بيطلع السيلز والناس في السيتولوجي ما هماش جامدين قوي، لكن البايوبسي بتطلع كور، والكور بيمكنك انك انت تشوف الديزيز كما ينبغي.
نيجي بعد كده الالفيولر بروتونيوزس، والالفيولر بروتونيوزس عبارة عن بروتين نزل في الالفيولاي. وعندنا طبعا كذا نوع، اللي هو واحد اسمه اوتو اميون وده اكتر واحد، وواحد سكندري لديزيز تانية زي الهيماتولوجيك مالجنسي او مثلا السيليكوزس والحاجات اللي زي كده. وفي حاجة قليلة جدا بتحصل في الأطفال الصغيرين اللي هي كونجنتال ليش. لو عملت شيست اكس راي للالفيولر بروتينيوزس، هي بس الاختصار ده مكتوب غلط، هتلاقي ان في بايلاترال حوالين الهارت اوباستس كده، ما تعرفش تفرقها من الاديمه ولا النمونيا ولا. لكن قلت لك انا في الاول الحته دي ان الالفيولر بروتونيوزس بتتعرف بالايمجينج، يعني مش محتاج كلينيكال فيها، محتاج انك انت تشوف السي تي بس مش من الاكس راي. من السي تي بتلاقي اللي هو الحاجه اللي عامله زي عش النحل دي اللي بيسموها كريزي بيفنج باترن. الكريزي بيفنج باترن عباره عن سداسيات فيها اوباستيز وحتت من اللونج نوت افكتد باي ذا كريزي بيفنج. الكريزي بيفنج عباره عن جراوند جلاس ومعاه انترستيشال اوباستيز. الانترستيشال اوباستيز هي الحرف بتاع السداسي، والجراوند جلاس هو اللي جواه. كلمة كريزي بيفنج يعني الرصيف الـ على حسب الرصيف بس اللي هو بلاطاته مش زي بعض، بلاطات ألوان أو بلاطات مخلوعة وبلاطات سليمة، ده وده ده سيان. لكن لو انت بصيت على الشيست اكس راي العادية هتلاقي ديفيوز لانج ديزيز. انهي واحد دوت؟ انهي واحد؟ ريتيكولا ولا ميلياري ولا الاثنين؟ يجوز كويس ديفيوز لانج ديزيز، وهو ريتيكولار يعني انترستيشال لانج ديزيز، او ميلياري شادوز ديفيوز لانج ديزيز ميلياري اوباستيز. وبعدين دونت ريكومند اي سي تي. عملنا السي تي طلع ذا كلاسيك ابييرنس اوف كريزي بيبي، اللي هو سداسيات وكده، وبعدين حتت متسابه في وسط الايه، في وسط اللانج، تيبيكال اوف الفيولر بروتونيوزس. نفس الحكايه هنا، بعض حد برضو لما احنا شخصنا دوت بالسي تي وهو مش محتاج اي فرق ولا حرق، قال لا لازم ناخد بايوبسي. ناخد بايوبسي ما يجراش حاجه، لان اللانج ديت از نوت هيلثي لانج، يعني لما تشكها بالابره مش هتعمل نومو سوركس ولا حاجه، فانت هتيجي في حته تكون فيها الاوباستيز متكتكته كده على نفسها وتدخل بالابره، ما تروحش في حته اللي هي يعني فيها منها شويه خطوره شويه. نيجي بعد كده للنوديولار باترن، والنوديولار باترن ليه ثلاث انواع. النوع الاولاني راندوم ديستريبيوشن، والنوع الثاني سنتري لوبيولار، والنوع الثالث بيري ليمفاتيك. انت في الغالب مش هتقدر تعرف الاثنين دول خلاص، لكن هتعرف ده اللي هو البيري ليمفاتيك. البيري ليمفاتيك اللي هو اول صوره وريتها لك انا في الديفيوز لانج ديزيز، عباره عن اوباستس خطوط وبعدين نقط صغيره، والنقط الصغيره هتشوفها كويس قوي على حرف الفيشر. وانا قلت لك اول ما تعرف ان دوت بيري ليمفاتيك يبقى ايه التشخيص؟ ساركويد او لينفانجيتس كارسينوما، بس هم دولت اللي احنا عاوزين تعرفه. فنيجي انت دلوقتي عندك ثلاثه باترنز، عندك دي الـ اول واحد فيهم اللي هو البيري ليمفاتيك اللي هو حوالين الفيشر والانترلوبيولار سيبتا وبتاع، اشهر حاجه فيه هو الساركويد واللينفانجيتس كارسينوما. الحاجات التانية زي الليمفوما اللي انت شفتها في الاول والسيليكوزس ديت انسيلري، ما هياش اصل في الموضوع، لان الاصل في الموضوع هو الاثنين دول، واحد فيه برايمري مالجنسي والتاني ما عندوش. تيجي ليه اللي هو السنتري لوبيولر. سنتري لوبيولر انت فاكر في الهايبر سنسيتيفيتي نومونايتس قلت لك دايما مكتوب فيه نوديولز بس انت ما بتشوفهاش، ولو حد سالك ما اعمل نفسك مش من هنا خلاص.
في الهايبر سنسيتيفيتي فيه. وفي البرونكو الفيولار كارسينوما عندنا مثلا حاله في الارشيف اللي هو قبل ما اي اتنين نوديول يتلموا على بعض بقى في ملي ريشات صغيره، وبعدين بعد شويه تلاقي كل سبعه ثمانيه اتلموا على بعض وعملوا الموضوع دوت. وبعدين اي نوع بقى من البلمونري انفكشن الغريب، هيستوبلازموزس مش عارف مين والكلام ده. تيجي للراندوم اللي هو ملوش راس من رجلين. الراندوم تشوف حجم النوديول، لو هي اقل من 3 مللي يبقى تختار الميلياري تي بي وانت مغمض، هو رقم واحد. ولا يزال احتمال الميتاستاسيس قائم في هذا الموضوع، وفي بعض الانواع الفنجال انفكشنز اللي في الناس اللي عندها اونكولوجيك مالجنسيز يعني وكده. اما لو النوديولز اكتر من 3 مللي فما عندناش غير احتمال واحد، ميتاستاسيس ميتاستاسيس ميتاست، يعني النوديولز الراندوملي ديستريبيوتد الميتاستاسيس موجوده في اصغر من 3 مللي واكتر من 3 مللي. ولكن اللي اصغر من 3 مللي التي بي واحد من الحاجات المشهوره جدا دوت، اللي هو اسمه بيري ليمفاتيك ديستريبيوشن، انك انت تلاقي خطوط وتلاقي نوديولز رفيعه. انت عقبال ما تابريشيت النوديولز ديت هتاخد جهد شويه، لكن لو قبضت عليها تشخص ساركويد وانت عامل كده، طالما ما فيش اي حاجه تانية بتجرك على الحته التانية. فانت ديت مثلا صوره متكبره او مكبره قصدي، فبتلاقي يعني نوديولز كده ونوديولز هنا ونمنم نمنم والكلام اللي انت فاهمه. دي عند الجماعه بتوع الامراض الصدريه تقسم بالله العظيم ملهاش تشخيص، ملهاش الا كده اللي هو الساركويد. وانت طبعا عارف ان الساركويد منتشر بشكل فظيع جدا في مصر وفي الدول المحيطه. الساركويد ليه تقسيمه طبعا طويله عريضه، بس انت خليك في الحاجات البسيطه. مثلا في من ضمن التقسيمات يقول لك واحد عنده ساركويد بس الشيست اكس راي نورمال، يبقى ده انهي ستيج فيهم؟ ستيج زيرو. ستيج زيرو اللي هو واحد عنده ساركويد بس الشيست نورمال، ستيج زيرو. طيب خش بقى على الستيجز، رقم واحد اكتر واحد ستيج 1 اللي هو ليمف نودز بس، ليمف نودز بس دوت اسمه ستيج 1. ستيج 2 عنده تقسيمه ليها علاقه بالليمف نودز، ليمف نودز وانترستيشال اوباستيز الف، من غير ليمف نودز انترستيشال اوباستيز ب، نودز وانترستيشال اوباستيز ونوديولز جيم او س، ماشي؟ يعني ده وده ده وده يعملوا ده رقم ثلاث. بغض النظر انت دلوقتي عندك نودز لوحدها ستيج الف او واحد، عندك نودز ومعاها انترستيشن اوباستيز يبقى ب، معاها نوديولز يبقى ب، لا مش جيم، اتنين ب، وده يبقى اتنين سي. اخر حاجه بقى اللي هو اند ستيج اللي هو irreversible pulmonary fibrosis اللي انا وريته لك في الاول، اللي ساركويد وبعدين قلب pulmonary fibrosis اللي احنا سميناه usual interstitial pneumonia اللي هو بقى فيه traction bronchiectasis honey combing كل الكلام ده. طيب انت لما تبص على الشيست اكس راي وتلاقي الهايلم مجعلص كده، في احتمال من اثنين، يا اما يكون نودز يا اما يكون فيسلز. تعمل لاترال فيو، لو ما طلعش حاجه في الهايلم يبقى فيسلز، لو طلع حاجه في الهايلم زي اللي انت شايفها الاوباست ديت يبقى دولت نودز. ممكن طبعا من الشيست اكس راي لوحده كده تعرف ان دولت ليمف نودز، اللي بيسموهم بوتيتو ليمف نودز، عاملين زي البطاطس كده، وايام زمان يقول لك فستوند لوبيوليتد، كنا حافظين الكلام ده صم، ولو كان حد سالنا يعني ايه فستوند ما كناش هنعرف ولا اي حاجه من الحاجات دي. بس انت ايه بتشتغل في الكتاب، وفي على فكره كتير جدا حاجات لما انت تفكر فيها يعني تلاقي يعني ايه الكلام اللي احنا بقى. مثلا اقول لك حاجه، في حاجه اسمها البحر يحب الزياده، عارفين الحكايه دي؟ حد عارف يعني ايه؟ لا يعني ايه البحر يحب الزياده؟ طيب تعرف يعني ايه الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطع؟ المعنى الحرفي بتاعها
انت هتقطع السيف ازاي، ولا هو يقطعك ازاي، ولا بنعمل ايه بالظبط يعني، تعرف؟ ها؟ لا، بس انت لما تكتب على النت يعني ايه الكلام ده، يقول لك ناس الوقت من الذهب وخلي بالك ومش عارف ايه والكلام، لكن المعنى الحرفي نعم استعارة مكنية ومجاز بيعرج على رجل واحد. المهم طيب، بيبقى ده ستيج 1. ستيج 2 في ليمف نودز حوالين البتاع، في انترستيشال اوباستيز ستيج 2 الف. ستيج 2 بي في ليمف نودز وفي انترستيشال اوباستيز وفي بالمونري نوديولز اللي حضراتكم شايفينها. وستيج 2 في السركويت هو يا اما في نودز وفي اوباستيز حواليها، في نودز واوباستيز وميليري شادوز، او في نودز وباستز وميلياري شادوز مع بعض. بغض النظر، لكن عاوزك تعرف ان النودز بتاعت السركويد ار ديسكريت هوموجينس مي كونتين كالسيوم. ديسكريت هوموجينس مي كونتين كالسيوم، يعني النودز دي تخرم عين العفريت ان هي سركويد. و انا بقول لك وقلت لك قبل كده وبقول لك بعد كده، لما يكون في ليمف نودز وانت مش عارف سببها، اكتب ليمف ادينوباثي واسكت، ولا تقول فور بايوبسي ولا بتاع. في واحد تاني صاحب القرار، هو اللي هياخد القرار، يعمل منظار، يعمل بيت، يطير في الجو ما يطيرش في الجو، مش شغلانتك انت خلاص. لكن لو انت متاكد وقف الحلقه، يعني قول النودز دي بتاعت السركوين، وتقول بمنتهى القوه والبتاع، علشان ما يروحش بعد كده يعمل بيت سكان، وما يروحش بعد كده يعمل بايوبسي، ما يعرفش يعمل. فاذا انت مالي ايدك من التشخيص، ان يو شود سي الكلام ده. وطبعا التشخيص بيبقى حاسم قوي لو كان في انترستيشال اوباسيتيز كمان مع الليمف نودز. وما تصدقش الكلام اللي بيقول لك اصل الليمفوما ممكن تبقى معاها ليمف نودز وكمان معاها انترستيشال اوباستيز والكلام دوت. الحكايه دي مكتوبه في الكتب، لكن انت لو فكرت كده، انت شفتها كم مره في الكلينيكال براكتس، مش هتلاقي. وانت برضو علشان تبقى عارف اذا كانت الحاجه ديت كومن ولا مش كومن، لما تكتبها على السيرش في الانترنت، تعثر على حاله بشق الانفس، يعني بتلاقي حالات كلها ربابيكيا ومتركبه على بعضها. لكن لما تيجي كاتب حاجه من اللي هو كل يوم بتشوفها، تلاقي الحالات بالهبل بالهبل بالهبل، فبتعرف على طول ان ده از ماتش ماتش مور كومن عن الايه، عن اللي احنا معتقدين. لما يحصل بقى الدنيا تعك جامد في السركويد، توصل الى المرحله النهائيه اللي هي الريفرسيبل بالمونري فايبروزيس، يعني هاني كومبينج وتراكشن برونكيكسز وبتاع، يعني انترستيشال بالمونري فايبروزيس او يوجوال انترستيشال ايه. نيجي بقى للنوموكوليوزيس، وهي معناها ان في امبريجنيشن لللانج باي داست بارتكلز وكده، اللي هي بتبقى ماتش ماتش مور دنس عن الحاجات بتاعت الميلياري تي بي. ولازم يكون في بوزيتيف هيستوري بان هذا الانسان تعرض للحكايه ديت، او اشتغل في مصانع او اي حاجه من هذا القبيل. وده المقارنه ما بين النوديولز بتاعت الميلياري تي بي اللي هي يعني يا دوبك شايفها بصعوبه، والنوديولز بتاعت الايه النوموكونيوزس اللي هي مور دنس. من ضمن الكومبليكيشنز بتاعت النوموكونيوزس الديفلوبمنت اوف بروجريسيف ماسيف فايبروز. البروجريسيف ماسيف فايبروزس عباره عن ان النوديولز اتلمت على بعض وعملت ماس، والماس ده هي موجوده في الابر بارت اوف ذا لانج، وهي on either side of the mediastinum، وهي bilateral مش symmetrical، وبيكون في بقيه اللنج في اثار النوموكونيوزيس الثانيه، كانك تلاقي calcified pleural plaques او تلاقي pulmonary nodules لسه ما انضمتش الى التو ماسز دول. ولو انت دققت النظر في البلين اكس راي هتلاقي فيهم كالسيوم، وهتلاقي برضو نوديولز تانية كتيرة scattered throughout the lung. وده المنظر الكلاسيكي جدا بتاع البروجريسيف ماسيف فايبروز، بايلاترال نون سيمتريكال بيج ماسز اون ايذر سايد اوف ذا ميدياستاينم ان ذا ابر بارت اوف ذا تشيست، في واحد عنده بقيه المانيفستيشنز بتاعت الايه بتاعت النوموكونيوز.
السنتري لوبيولار نوديولز اللي هي النوديولز اللي موجودة في نص الليبيول. واحنا زي ما قلت لك في الهايبر سنسيتيفيتي نومونايتس ما بنعرفش نشوفها. الالفيولار سيل كارسينوما بتاعتنا احنا هنا في مصر بتكون فيري ادفانسد، ما بتلحقش تشوف الموضوع ده. ف لكن عندنا اوباستي تانية مشهورة جدا وبتتشاف كتير في مصر اللي هي الايه التريون بود. تريون بود يعني الشجرة وهي بتنبت كده في اوائل الربيع، وديت موجودة ان ذا سنتر اوف ذا اوف ذا لوبيول، وليها يعني ليها يعني فيري باثوجنومونيك ريليشن للتي بي. يعني احنا لما بنلاقي تري اون باد اوباستيز، ده التري اون باد، وهنا هو تلاقي شايف انت نوديولز كده صفيفه، وهذا التري اون باد مشهور جدا في الكوفيد بتاع الاطفال، ولكنه مش مشهور في الكوفيد بتاع الكبار. وال ليه علاقة جبارة جدا بالاندوبرونكيال سبريد بتاع التي بي، زي ما هقول في المحاضرة بتاعة التي بي، او في بعض التيبيكال انفكشن هو المايكوبكتيريوم والكلام ده كله، يا اما فنجس يا اما تي بي، بس انت اللي منتشر سايح عندك في كل مكان هو التي بي. ومحدش طبعا يقول اصل احنا قضينا على التي بي والدبليو اتش او ما اعرفش ايه والكلام اللي هو ملوش اي 30 لازمه ده، لان التي بي يا جماعه الخير دلوقتي يعني مستفحل بشكل فظيع جدا بسبب حاجات كتيره جدا، من ضمنها طبعا الكافيهات المنتشره وفيها جميع انواع المخدرات والحشيش. ما بص بقى خلاص، وانا عارف ان السجن ما فيهوش حلاوة ولا عيش دلوقتي، لكن ما يجراش حاجة. ايه في حاجات احسن؟ بيقول لك كباب ما يهمكش. فطبعا دي نقطة مهمة جدا اللي هي الدراج، اللي هو الدراج بتاع دوت، وكمان التلوث البيئي الرهيب، لانك انت الهواء ملوث والميه ملوث والاكل ملوث فانت بقى ايه من جميع الجهات. فطبعا التي بي هجم بهجوم فظيع جدا. دلوقتي بنشوف يعني مناظر اللي هي بتاعت ايام زمان بقى، اللي هو ليمف نودز مش عارف ايه وبطش بطش في اللنج والكلام ده. فده المنظر بتاع التري اون باد، وهو موجود في بعض الحالات اللي فيها برونكيكسس نتيجة ان السكريشنز اللي هي ستيجننت في البرونكاي وكده ممكن تتدحور شوية في الالفيولاي فتعمل المنظر اللي هو بتاع التري اون باد اوباست. كمان بعض انواع الانفكشن بتعمل الموضوع ده، وده مشهور جدا في الاطفال اللي هو اسمه انفكشوس برونكيولايتس، وان شاء الله بعون الله لما نتكلم في البيدياتريك على الديفيوز لانج ديزيز هيبقى الموضوع دوت من الحاجات اللي احنا مركزين فيها قوي. فانت لما تبص على السي تي وتلاقي اكستنسيف تري اون باد اوباستيز ويكون دوت طفل، تفكر في الانفكشنز برونكيولايتس او التي بي، ولو كان ادلت تفكر في التي بي في المقام الاول. احنا قلنا ان الراندم راندملي ديستريبيوتد نوديولز ولا هي ليها علاقه بالليمفاتيك ديستريبيوشن ولا ليها علاقه بالسنتري لوبيولر، فهي بتحمل الميلياري تي بي وبتحمل التشخيص بتاع الميتاسل. الميلياري تي بي واحد من الهيماتوجينوس فورمز بتاعه التي بي، والبروجنوزس بتاعه بيبقى ما هوش كويس قوي، وبيبان كان في اكستنسيف بالمونري نودولز. وانا قلت لك لو كانت اقل من 3 مللي اول حاجه تفكر فيها هو الميلياري توبركلوز. انت لما تعمل شيست اكس راي زي دوت كده وتلاقي اكستنسيف وايد سبريد بالمونري نوديولز، هتقول ان ده هو ميلياري شادوز وموست لايكلي هيبقى تي بي. لكن لو انت حد فكر وقال لك اصل بص هنا في زي ما يكون في بطشه وبطشه وكده صح، فانت هتقول هو قال انك انت بتغلب الباترن اللي موجود على الصوره،
فالباترن اللي موجود على الصورة هنا هو عبارة عن ميلياري، يبقى التشخيص ميلياري، وإن دولت هيكونوا فيسلز على أوفرلاب قدام وورا والكلام اللي أنت فاهمه ده، فتشخص دوت على إن هو ميلياري. وبالتالي لما تعمل سي تي وتلاقي نمنم كده سكاتر ثرو اوت ذا لونج فيلد، فانت بتشخص ميلياري توبركلوز. الا اذا كان المريض دوت معروف ان هو عنده برايمري مالجنسي او متشاف البرايمري مالجنسي عنده، then you diagnose a ميلياري ميتاستاز. فهنا هو اذا كان باين، انا مش عارف ولا لا، لكن هنا باين كتير قوي النوديولز اللي هي سوفت ووايدلي ديستريبيوتد وكده، تفكر في التي بي. اما لو كان المريض عنده برايمري مالجنسي، بالذات الثايرويد هي اللي بتعمل ميلياري نوديولز، فبتفكر على طول ان دولت يكونوا ميلياري ميتاستاسيس، بالذات وان هم يعني ما لهمش ديستريبيوشن معين، ولا هم تري ان بعض، ولا هم بيري ليمفاتيك، ولا الكلام ده كله راندوملي راندوملي ديستريبيوتد. اي مريض عنده بابيلاري ثايرويد كانسر وعنده اكستنسيف بالمونري ميتاستاتيك ديبوزيتس، اند ذس از ميلياري ديبوزيتس. حد هيقول افرض ان انا شفت دهوت كده وما نيش عندي الهيستوري بتاع الثايرويد كانسر، اشخص ايه؟ مين؟ ميلياري؟ ايه؟ طيب يبقى ايه؟ طيب ما الميتس تنفع اصغر من ثلاثة واكتر من ثلاثة، الاثنين يعني الاثنين ينفع فيها الميتاستاز. طيب يبقى ممكن تشخص دولت على ان هم ميلياري ميتاستاتيك ديبوست. نيجي اخر حاجة بقى اللي هو السيستيك باترن، اللي هو كور موجودة في اللانج ومليانة بالهواء، والكور ديت يستحيل تشخصها من الاكس راي. ليه؟ لان في الاكس راي هتشوف الجدار بتاع السيست بس، مش هتشوف السيست نفسه، فيتهيأ لك ان في وايد سبريد انترستيشال اوباست، فتقول ان ده هو انترستيشال لونج ديزيز. يطلع ايه دوت يا سعاده البيب؟ انترستيشال لونج ديزيز. ما اعرفش انا، ما هو لحد كده فيه طبعا حاجات كتيره. ممكن على فكرة انت تتبرع مشكورا وتكتب بعض الديفرنشال دايجنوز، يعني ما يجراش حاجة. فلو انت قلت ان مثلا ده انترستيشال لونج ديزيز، ممكن يكون نون سبيسيفيك انترستيشال نمونيا، او ممكن يكون انترستيشال لونج فايبروزيس، او ممكن يكون كولاجين ريليتد، الحاجات دي كلها يجوز. لكن ما تقدرش تقول ان دوت انترستيشال اديما، لان ما فيش الدليل بتاع الاديمه اللي هو البيكرز لاينز وخلافه. و بتقول في ايه تاني ما تقدرش تقوله في ال، خلاص هم دول ما فيش اي حاجه تانية الا الانترستيشال اديمه تقدر تقولها كده. طيب نيجي بقى ايه هم السيستيك باترنز. هم السته دول: هيستيوسايتوزيس، انفيزيما، سيستيك برونكيكتسيس، تيوبروس سكليروزيس، ليمفاجيولايو مايوماتوزيس، ولينفوسيتيك انترستيشال نمونيا. لما عملنا سي تي للبتاع اللي فات ده هوت، هتلاقي سيستات كتيره مليانه هواء جوه الايه؟ جوه اللنج. دوت اسمه سيستيك باترن اوف ديفيوز لنج ديزيز، وليس اسمه سيستيك لنج ديزيز. سيستيك لنج ديزيز دوت كونجينيتال في الاطفال، اما سيستيك باترن اوف ديفيوز لانج ديزيز اللي هو دوت واحد من الخمسه بتوع الديفيوز لانج ديزيز. اول واحد فيهم اللي هو الهيستيوسايتوزيس او لانجرهان سيل هيستيوسايتوزيس، وزي ما انا قلت لك كل بتوع الامراض الصدريه لازم يكون مدخن علشان ينفع يتشخص هذا الكلام. يعني لو كان الشخص ده هوت والشخص ديت مش مدخن، يبقى المفروض theoretically speaking ما يتشخصش هيستيوزيتوز. اللي بيحصل ان اللنج بتبقى infiltrated by histiocytes، والهيستيوسايتس بتعمل نوديولز، والنوديولز لما تكبر شويه بتكافيتيت وتعمل الكور اللي انت شايفها ديت موجوده في اللنج.
هذه السيستيك او الكافيتيز اللي موجوده جوه اللانج تتمتع بكذا صفه. نمره واحد جدار تخين، نمره اتنين نون يونيفورم سايز، يعني واحده كبيره واحده صغيره والحاجات اللي زي كده. نمره ثلاثه الحاجات اللي لسه ما كبرتش بتبان كأن هي نوديولز موجودة في اللونج. نمرة أربعة الديزيز دوت مش بيأفكت اللونج بيزس، ولكن كل مشاكله بتبقى لفوق. الباقي كله بقى زي بعضه، ان السيست ده ينفجر فيعمل نوموثوراكس، ان البتاع يعمل انفيزيما، كل الكلام دوت وارد. ادي النوديولز. فزي ما انا قلت لك المنظر دوت كلاسيكي جدا للهيستيوسايتوز، انك تلاقي السيستيك ليجنز الجدار بتاعها تخين يعني ملموس وكده، وهي في حدود السنتي او ال10 مللي يعني، والنوديولز اللي هي موجوده لسه ما تحولتش الى حاجات كبيره علشان تعمل سيستيك تشينجز. وفي بعض الاحيان البريفرال سيستس بترابشر في البلورال كافيتي وتعمل نوموثوركس. And this is the distribution. دايما الهيستيوسايتوزس في الابر والميدل لانج زونز. Usually the lung base is not affected. Usually ده بخلاف الديزيز اللي جاي بعد منه على طول. And this is the axial images. طبعا الرابشر ممكن يعمل نوموثوراكس، سيرجيكال انفيزيما والكلام اللي انتوا عارفينه. في بعض الاحيان لما يحصل بروجريشن للديزيز يخرب اللنج من اولها لاخرها، فيخلي اللنج تتحول الى كافيتيز ويحصل اير تراب، ودوت يبقى ريفلكتد على البلمونري سيركيليشن فيعمل هايبر تنشن، ولكن الديزيز دوت ما فيهوش افيوجن وما فيهوش ليمف نود. طبعا اول حاجه في علاج الهيستيوسايتوزس انك تبطل السجاير، ودي طبعا يعني تكاد تكون من سبع المستحيلات. يعني اي حد بيدخن قول له برونكوجينيك ما برونكوجينيك ما فيش فايده، هو مصر يعني مصر. وفي كورتيكوسترويدز وبعض الديزيز بالرغم من كل حاجه بيبروجريس لحد لما يدمر اللنج بالكامل في حوالي 20% من الحالات. نيجي للتاني اللي هو الليمفانجيو لايو مايو ماتوز. الليمفانجيو لايو مايو ماتوز ديزيز بتاع الستات وما بيجيش في الرجال، والست في سن معين اللي هو the child bearing age يعني شباب، وده الانسيدنس بتاعه ويختلف شويه عن اللي قبليه. هما الاثنين عباره عن سيستات كتيره جدا مليانه بالهواء، ولا يمكن تشخيصه من البلين فيلم. كل اللي انت هتعرفه هو بس الانترستيشال ديزيز، لكن يعني هتلاقي انترستيشال اوباستيز وكده مش هتقدر تعرف اكتر من كده. لكن لما تعمل السي تي هتلاقي اكستنسيف سيستيك ليجنز. السيستيك ليجنز ديت تتميز بكذا صفه. نمره واحد ان الجدار بتاعها رفيع جدا. نمره اتنين اللي هم قريبين جدا من بعض في الحجم. نمره ثلاثه ان هو بيأفكت لحد كوستوفرينيك انجل، يعني بينزل تحت خالص في اللنج على عكس الايه؟ على عكس التاج. يبقى انت اهو بص، يعني عندك واحده ست ديت نمرة واحد شباب في تشايلد بيرنج بيريد و سيستك بالهبل والجدار بتاعهم رفيع وبيأفكت دي لونج بيزس انكلودينج ذا كوستوفرينيك انجل. اي واحد من دول ينفجر هيعمل نفس الحكايه، وعشان في ليمفاتيك اليمنت في الديزيز فممكن يعمل كايلوس افيوجن. فانت هنا الديزيز في الرئه الشمال وفي الرئه اليمين حاجه انفجرت فعملت نوموثوراكس حوالين الليفت لانج. الليمفانجيو واحد من الحاجات اللي هي ليها علاقه جامده جدا بالتيوبرس سكلوز، يعني المانيفستيشنز بتاعت التيوبرس سكلروزس في اللنج هي نفس الليمفانجيو لايو مايوماتوز. ولكن
التيوبروس سكليروزس بيجي في الستات والرجال، الليمفانجيو لا بتيجي في الستات في سن معين. التيوبروس سكليروزس عنده حاجات تانية كتير، عنده كوتينيوس تيوبرز وعنده حاجات في الكلى وعنده وعنده وعنده، لكن الليمفانجيو ما عندوش الكوتينيوس مانيفستيشنز ولا البتاع ما عدا الحاجة بتاعت الكلى اللي هي الانجيومايلايبوم. الانجيومايلايبوما معناها فات كونتيننج ماس ان ذا كيدني، ويوجوالي بتكون بايلاترال في الناس دولت اللي هم بتوع الليمفانجيولايوميوماتوزس بيكون كده. ديت بتتفرق من الهيستيوسايتوزس نمرة واحد بالتدخين، نمرة اتنين بالرجال. نمرة الهيستيوسايتوزس يعني السن مختلف والسكس برضو مختلف، والسجاير ما بقاش فيه اختلاف دلوقتي، البنات قاعدين على الرصيفة بتشرب سجاير. والديستريبيوشن الهيستيوسايتوزس لفوق، الليمفانجيو لايوميوماتوزس لتحت. الليمفانجيو لايوميوماتوزس ممكن يكون معاها رينال تشينجز لكن الهيستيو لا، والسيستس بتاعت الهيستيو بيكون الجدار تخين وهم مختلفين في الحجم، اما الليمفانجيو لايوميوماتوزس بيكون الجدار رفيع وهم قريبين قوي من الحجم. اما الليمفوسيتيك انترستيشن نمونيا هنجيلها دلوقتي حالا. الانفيزيما معناها هايبر انفليشن اوف ذا لانج ومالتيبل انفيزيماتس بولي، وطبعا في مقاسات كتيره للانفيزيما بس انت كبر دماغك. هايبر انفليتد لانج، ريبون شيب ذا هارت، انلارجمنت اوف ذا سنترال هايلر فاسكولار شادوز، بريفيرال اتنيويشن اوف ذا لانج ماركينجز، ولو فلات دايفرام زي ما قلنا. وايدنينج اوف ذا بري او ذا ريترو استرنال سبيس، انك انت بتقيس المسافه من الاسترنم لحد الانتيرير وول اوف ذا اسندنج اورت، المفروض ان المسافه ديت اقل من 2.5 سم. وايدنينج اوف ذا ريترو كاردياك سبيس برضو بيزيد في الحالات الانفيزيم. والقبه بتاعه الديافرام لو انت اسقطت منها عمود المفروض نورمالي بيكون اكتر من 1.5 سم. بغض النظر الانفيزيما مش محتاجة يعني فرق ولا حرق، وممكن تشخصها من الاكس راي. وفي السي تي عندك نوعين من الانفيزيما، واحد اسمه سنتري لوبيولر يعني الانفيزيماتس بولا في وسط اللنج، واحد اسمه بارا سيبتال يعني الانفيزيماتس بولا على حرف اللنج، وواحد الاثنين مع بعض اللي هو ميكسد تايب اللي هو فيه بارا سيبتال انفيزيما وفيه سنتري لوبيولر انفيزيما. فلما تبص هنا وتلاقي فيه انفيزيماتس بولا على الفيشر او على البلورال سيرفيس او على الميديستاينال بلورا يبقى دوت اسمه باراسبتال، وتبص جوه اللنج تلاقي كور مليانه هواء يبقى دوت اسمه سنتري لوبيلر، الاثنين موجودين مع بعض. اما دوت فده سنتري لوبيلر فقط انفيزيما من غير باراسبتال انفيزيما. في بعض الاحيان اللنج كلها بتتحول الى انفيزيماتس بولي ضخمه جدا ويتبقى حاجه بسيطه قوي من اللنج بارينكيما، دوت اسمه بولس انفيزيما. بولس انفيزيما اللي هو كميه ضخمه جدا من البول، حتى في بعض الاحيان بيسموه فانيشنج لانج ديزيز اللي هو تلاقي كل اللنج ما بقاش فيه لانج تيشو، بقت بس ايه كور مليانه بالهواء. التيوبرس اسكليروزس زي ما احنا قلنا البالمونري مانيفستيشنز بتاعته زي الليمفانجيو بالظبط، اللي هو سيست صغيره منتشره في جميع اللنج، لكن بيكون معاه تشينجز ثانيه في البرين، بيكون في سب ابندايمال كالسيوم في الابدومين، بيكون في انجيومايلايبوما في الكيدني يوجوالي بايلاترال، ساعات يكون في انجيومايلايبوما في الليبر. ده هو الحقيقة يعني لو انت بصيت على المنظر ده ما تعرفش تفرقه من اي حاجة، لانك انت عندك ان هو سيستات وعندك جراوند جلاس وبس. صح، لو انت فاكر في الجيروفيشي وريت لك انا صورة زي دي بالظبط اللي هو كان فيه جراوند جلاس اوباستيز وكان فيها نيماتوسيت. صح صح ولا ايه؟ صح. طيب وفي وبعد شويه في الليمفوسيتيك انترستيشال نمونيا هوري لك صوره زي دي بالظبط زيها بالملي كده، لو جراوند جلاس وكور مليانه بالهواء.
ودلوقتي بوري لك واحده تاني اللي هي في تيوبرس سكليروز جراوند جلاس، وفي كور مليانه بالهواء. طيب كيفما العمل يا سعاده البيت، ازاي تشخص دولت من بعضهم؟ لازم بالكلينيك، ما عندكش اي صرفه في الموضوع. فانت في الكلينيك لو المريض ده تيوبرس سكليروزس اللي هو عنده الترياد اللي انت عارفه، منتال ريتارديشن، كوتينيوس تيوبرز، و تالت واحده ايه؟ منتال ريتارديشن، كوتينيوس تيوبرز، و مش هو ترياد ولا ايه؟ لا لا، ترياد في الكلينيك. ابيليبسي جايز ولا انا مش فاكر، مثلا الثلاث ترياد اللي هو كوتينيوس تيوبرز ومنتال ريتارديشن جايز ابيليبسي، والله اعلم. طيب او لو كان ده المريض بالايدز يبقى جيروفيش، او لو كان اللي انا هقول لك عليه بعد كده شوجرن ديزيز يبقى ليمفوسيتيك انترستيشن نمون. ما علينا، انت دلوقتي في وسط السي تي وصلت للابدومين فلقيت فيه انجيومايلوبوما في الكيدنس، يبقى ايه دوت يا سعاده البيه؟ تيوبرس سكليروز، مظبوط. ودوت نفس الحكايه، تيوبرس سكليروزس في سيستيك تشينجز ان ذا لانج، وفي بيج ماسز كونتيننج فات في الكيدنس. اللي قبل الاخير هو السيستيك برونكيكسيس، ودوت مش محتاج فرق ولا حرق جامد، لان البرونكاي لما تبقى دايليتد بتعمل كور، والكور ديت ممكن تبقى سكندري انفكتد فتعمل مالتيبل اير فلويد ليفلز، ولو التبس، وانا ما اعتقدش ان هو يلتبس عليك الامر، لكن ممكن تعمل الايه الاس تي، فتلاقي بقى 900 ساين بتاعت البرونكيكسيس اللي هو يقول لك ان البرونكو ارتيريال ريشيو، يعني حجم الارتري بالنسبه للبرونكس اللي جنبه، او تلاقي موزايك باترن او بيرفيوجن، او تلاقي تري امباد زي ما قلت لك من شويه، او تلاقي ترام تراك ساين، يعني خط زي بتاع السكه الحديد، او تلاقي سيجنت رينج ساين اللي هو الخاتم الفص دوت، هو ده ترام تراك ساين اللي هو تيوبولر برونكيكسيس، ودوت السيجنت رينج ساين اللي هو الارتري الفص بتاع الخاتم والبتاع دي اللي هي البرونكس، ودوت نفس الحكايه مالتيبل ابيرنسز بتاعت السيجنت رينج. انت مش محتاج دوت عشان تعرف ان هي برونكيكسيس، لان الموضوع بيبقى واضح جدا. And this is also cystic bronchiectatic changes. وفيها secondary infection نتيجة الـ multiple fluid levels اللي انت شايفه. That distribution بتاع البرونكيكسيس، الـ upper lobe، cystic fibrosis بتاخد كله. وانا ما عملت محاضرة على cystic fibrosis بس لسه ما رفعتهاش على السايت. بس cystic fibrosis بيقش اللنج كلها. التي بي البرونكيسس بتاعته طبعا بتبقى فوق، علشان التشيزز كلها بتبقى فوق. الحتت اللي فيها برونكيسس من في الميدل لانج اللي هو الالرجيك برونكو بالمونري اسبيرجيلوزيس، وفي الكونجينيتال تراكيو برونكيو ميجالي. الحاجات اللي في اللانج بيزس يوجوالي تشايلد وود انفكشن او الاسبيريشن نمونيا، او بعض الحاجات اللي هي اميونو ديفيشنسي ديزيز. And this is طبعا cystic bronchiectasis زي اللي انت شفته قبل كده، وممكن تعمل كورونا تشينجز عشان كورونا ايمجز عشان تلاقي الديستريبيوشن على على البرونكيال تري. نيجي بقى لاخر واحد فيهم اللي هو الليمفوسيتيك انترستيشيال نمونيا. الليمفوسيتيك انترستيشيال نمونيا عباره عن ليمفوسيتيك انفلتريشن اوف ذا لانج، ليه علاقه جباره جدا بالاميونيتي. ومعظم الناس دولت بيبقى يا اما عندهم ايدز يا اما عندهم شوجر، وانت عارف طبعا الشوجرن سيندروم واحد من الاميون اميون ريليتد سيندرومز، وغالبا اصل انت لو لقيت التشنجز اللي انت هتشوفها في واحد عنده ايدز هتقول انها نو سيست جيروفيش، ما لهاش حل. لكن لما يكون، وده اللي احنا بنشخص بيه على فكره، لما يتقال لك في الهيستوري او انت عارف ان هو عنده شوجرون، فتشخص ليمفوسيتيك انترستيشيال نمونيا.
الليمفوسيتك انترستيشال نمونيا عباره عن سيستات موجوده جوه اللنج، ساعات يكون معاها جراوند جلاس وساعات ما يكونش. فلو كان الواحد اتش اي في بوزيتيف ممكن انت تشخص الاثنين، لان هم بيحصلوا في الاميون كومبرومايز، يا اما تقول دوت نوموسيستس جيروفيشي، يا اما تقول عليه ليمفوسيتك انترستيشال نمونيا زي كده. فانت عندك جراوند جلاس وبس، وعندك نيماتوسيت. طيب يطلع ايه دوت يا سعاده البيت؟ زي الثلاثه اللي انا لسه قايلهم لك دلوقتي، يا اما يكون نوموسيستس جيروفيشي، يا اما يكون تيوبروس سكلوزس، يا اما يكون ليمفوسيتك انترستيشال نمونيا. ازاي نفرق ما بين الجماعه دول؟ بالايه؟ بالكلينيك. يبقى عندك جراوند جلاس وعندك سيستات. موضوع النوديولز زي ما انا قلت لك مذكور في كله، بس انت ما بتعرفش تشوفه كويس. طبعا لو انت برقت قوي في الحته ديت، بص بقى، قال لك ده شوجرن ديزيز، خلاص هب في دماغك على طول مين؟ الليمفوسيتيك انترستيشن نمونيا، ودي اسهل واحده فيهم. لو انت عارف في الهيستوري كده يبقى ده من غير ما تفكر دوت ليمفوسيتيك انترستيشن نمونيا، لان في علاقه جباره جدا ما بين الاثنين دولت وبعضهم. فالنوموسيستس اللي هي بتاعت الجيروفيشي ديت موجوده في الناس اللي عندهم الايدز. اما اللي هي ليمفانجيو لايو مايو ماتوزيس، واحده ست صغيره يونيفورم ديستريبيوشن. الهيستيوسايتوزيس واحد مدخن او واحده مدخنه وسيست بزار، وهي ابر اير واي او ابر لانج ديستريبيوشن. خلاصه القضيه، لو انت لقيت عندك ريتيكولار باترن، ريتيكولار باترن ده عباره عن ايه؟ انترستيشال وبس، زائد جراوند جلوس، زائد برونكيكسس، زائد هاني كومب، يبقى مين؟ ايوه شاطر، يبقى دوت ايه؟ يوجوال انترستيشال نموني. مفيش سبب يبقى اسمه انترستيشال او ايديوباتيك بالمونري فايبروز. في مفيش هاني كومب يبقى شاطر جدا، نون سبيسيفيك انترستيشال نموني. في كونجستيف هارت فيلر انترستيشال بلموري اديم، في كولاجين ديزيز كولاجين ريليتد اللي هو روماتويد سكليروديرما ما اعرفش مين، في دراجز من اللي بتعمل يبقى دراج انديوس. هايل جدا. بيجي للريتيكولار باترن احنا لسه شغالين فيه، يوجوال انترستيشال نمونيا ما فيش سبب، تبقى ايديوباثيك بالمونري فايبروز، نون مالجنسي انفانجايتس كارسينوماتوز، نون ساركويد ساركويد. نيجي بقى للجراوند جلاس، اكيوت اكيوت جراوند جلاس، اكيوت جراوند جلاس كاردياك بيشنت. ايه بالمونري اديم صح. طيب نون كاردياك بيشنت اسمه ARDS acute respiratory distress syndrome. طيب ايزينوفيليا في البلاد او في اللافاش، acute ايزينوفيليك نمونيا، شاطر جدا. طيب اتش اي في بوزيتيف جيروفيش، نوموسيستس كرينياي او نوموسيستس جيروفيش، فيفر كاف اند سبيوتم، كوفيد ما فيش غير هو دوت، فايرال نمونيا يعني كوفيد. طيب لو كان كرونيك، chronic ground glass exposure to allergens يبقى hypersensitivity pneumonitis. طيب reversed halo sign cryptogenic organizing pneumonia no response to antibiotics crazy bathing alveolar proteinuria. هايل جدا، ممتاز جدا. alveolar pattern constitutional symptoms يعني fever cough blululul pneumonia. طيب congestive heart failure alveolar edema. طيب crazy bathing alveolar proteinosis، ولازم السموكر، hemoptysis pulmonary hemorrhage. ودايما تفتكر ان hemoptysis is not an essential finding. كويس قوي. برونكو alveolar cell carcinoma
لازم يكون يا اما في نوديولز اند باتشز، يا اما يكون في ماس وفيها اير برونكوجرام، يا اما يكون في سي تي انجيوجرام ساين. نيجي بعد كده مالتيبل باتشي اوباستيس سيميوليتنج نمونيا ويز نو ريسبونس تو انتي بايوتكس، اكيوت ايزينوفيليك نمونيا. و مظبوط، الاكيوت ايزينوفيليك نمونيا بتلاقي في السي بي سي ايزينوفيليا، في اللافاج ايزينوفيليا، وبترسبوند كويس قوي للانتي بايوتكس. الكريبتوجينيك اورجانيزنج نمونيا بتلاقي الريفرسد هيلو ساين. البرونكو الفيولر سيل كارسينوما اللي هو الحاجات اللي انا قلت لك، لما تلاقي حاجه شبه النمونيا وتدي لها انتي بايوتكس وما ترضاش يبقى الاثنين دول، واديت لها كورتيزون ما رضيتش يبقى ايه الالفيولر سيل كارسينوما. والليمفوما طبعا نفس الحكايه، نو بيشنت اوف ليمفوما او معاه ميدياستاينال ليمف نود. اتيبيكال نمونيا، وديت هي من الحاجات اللي احنا بنبقى محتارين فيها قوي، زي الفانجس وزي التي بي وزي الالفيولر سيركويد، ودولت بقى مش بيرسبوند لاي حاجه خالص، يعني لا لا ده ولا ده ولا ده، ولكن بنعرف الحكايه ديت من السبيوتم. السبيوتم هو بس اللي بيشخص هذا الموضوع، وفي بعض الاحيان بتلجأ الى البايوبس. نيجي للميلياري شادوز، راندوم ديستريبيوشن يساوي ميتاستاسيس، راندوم ديستريبيوشن يساوي ميتاستاسيس، او اذا كانت اقل من 3 ملي يساوي ميلياري توبركلوز. سنتري لوبيولر يساوي الهايبر سنسيتيفيتي نومونايتس، البولر سيل كارسينوما، والبلمونري انفكشن. بيري ليمفاتيك يساوي سيركويد ليمفانجايتس كارسينوماتوز. نيجي للسيستيك باترن، لانجرهان سيل هيستيوسايتوزيس في واحد مدخن، والسيست ليها سيك وول وفيل، اللنج بيزس ار نوت افكتد، والنوديولز لينفانجيولايوميوماتوزيس واحده ست صغيره في السن، ثين وول افكت ذا هول لنج سبيشالي ذا كوستوفرينيك انج. التيوبروس سكليروزيس عنده سيستيك تشينج زي الليمفانجيو، وعنده منتال ريتارديشن وسكين تيوبرز، وعنده انجيومايلايبوم. سيستيك برونكيتسز الساينز اللي احنا لسه قايلينهم، ترام لام بلل الكلام ده كله. والليمفوسيتيك انترستيشيال نمونيا، الشجر مهم جدا في الموضوع ده. بيشنت ويز اوتو اميون ديزيز جراوند جلاس سين وول سيست ميدياستاينال ليمف ادينوما. وما تشتغل